صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هيكون قدام سونيديب في اياب دور ال 32 من مسابقه دوري ابطال افريقيا. بنفكركم ان احنا كنا كسبنا مباراه الذهاب بهدف دون رد في المباراه اللي لعبناها كده في ارضيه ملعب صعبه جدا. ماتش النهارده بقى ان شاء الله هيكون الساعه 7 بالليل هنا على ملعبنا اللي بيجهز دلوقتي لمباراه بالليل، وكمان الاستوديو التحليلي على قناتنا مع كابتن ايمن شوقي وضيوف الاستوديو الساعه 5 بالليل ان شاء الله. يلا بينا. فرقنا بيدخل ماتش النهارده بقايمه بيعود ليها طاهر محمد طاهر وكهربا، ومعاه كمان قفشه واكرم توفيق بعد الحمد لله ما تعافوا من الاصابات المختلفه وفيروس كورونا، لكن بيستمر غياب عمرو السوليه اللي لسه ايجابي لحد النهارده، بنتمنى له الشفاء ان شاء الله ويعود لنا سريعا، ومعاه كمان محمد الشناوي اللي مستر بيتسو موسيماني قرر يديله راحه النهارده، لان الماتش زي ما احنا عارفين هيكون ان شاء الله بسيط وسهل بعد ما كسبنا مباراه الذهاب بهدف دون رد رغم الارضيه السيئه وكل الظروف الصعبه اللي كنا بنمر بيها، وكمان الدرون اللي كان طول الماتش شغال ومبوظ لنا كل حاجه. كرة خطيرة جوه منطقة الجزاء، لعبة عرضية والتسديدة وجول جول أليو ديونج. يا 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 وابتدى المشوار. يا طبعا دخلنا في شهر يناير وبدانا في الصفقات الشتويه، واول صفقه معانا كانت والتر بواليا اللي الحقيقه مستر بيتسو موسيماني اتكلم عليه وقال ان وجوده مع الفريق مهم وضروري جدا. الحقيقه سالته في المؤتمر الصحفي بتاع الماتش اللي فات بعد انضمام بواليا عن دور بواليا مع محمد شريف المتالق دلوقتي واللي بيلعب كراس حربه ثابت. بيقول حقيقتك طبعا الكاف زود اللعيبه عشان خاطر وضع الكورونا، فطبعا دايما يبقى احسن يبقى عندك لعيبه في كل مركز زياده عن حاجتك. انت ما تعرفش الماتش الجاي ايه، ممكن لا قدر الله يبقى في ثلاث لعيبه تانيين كمان بوزيتيف ايجابي كورونا، فيبقى انت عندك بدائل، يبقى عندك الدكه بتاعتك قويه وعندك حد ممكن يحل. مع كل اختبار للكورونا بيقول يا ترى مين اللي هيطلع بره، بسال نفسي مين يا ترى اللي هيطلع بره. محتاجين طبعا بوالي يكون موجود ويساعد. بيقول يعني ممكن الماتش الجاي لا قدر الله لا قدر الله يعني ان محمد شريف لا قدر الله ايجابي هيبقى عندي بوالي موجود بيساعد، فوجوده هيساعدنا كبدائل في حاله لو في حالات ايجابيه. قال لك ان المهم دلوقتي هو ان احنا يكون معانا قايمه فيها عناصر كتير مميزه وقادره ان هي تلعب في اي وقت، وبالنسبه لمحمد شريف المتالق فوجود بواليا مش هياثر عليه خالص. قال كمان ان هم ممكن الاثنين يلعبوا مع بعض، ممكن نشوف بواليا راس حربه وشريف بيلعب معاه جناح. خلينا نشوف الفتره الجايه فيها ايه، واستنونا ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه قبل ماتش سيراميكا، ويلا يا اهلي.